هربا من المجاعة، آلاف السوريين يغادرون الركبان نحو مناطق النظام. المخيم الذي يقع في الصحراء على الحدود الأردنية العراقية خرج منه ما يقرب 4500 شخص، أكثرهم نساء وأطفال، نتيجة قلة الأدوية والمواد الغذائية والتعليم وحليب الأطفال بحسب مصادر محلية من المخيم. سيارة وكان عدد الأشخاص نحو 3000 شخص، يعني أو أكثر من 3000 شخص تم إخراج اليوم، وتزداد الكمية يوميا تدهور من الجوع والفقر والعراء. العودة لمناطق النظام لم تكن متوقعة، لكن يبدو أن قوة الأسد نجحت في سياسة تجويع قاطني المخيم الذين يفوق عددهم 50,000 بغرض فرض إعادتهم لمناطقه، حيث انتظر أغلب الشبان التحقيق وأحياناً الاعتقال، فيما يعول السكان المخيم على المنظمات الدولية لتقديم العون لهم. هناك تقصير دولي، نحن نناشد جميع المنظمات الدولية ونضع ذلك برسم الأمم المتحدة. النظام لا أمل منه، لا نستطيع أن نطالب النظام بشيء. وتهدد المجاعة عشرات الآلاف من سكان المخيم، الأمر الذي أدى لمقتل أطفال رضع في وقت سابق، فيما لم تدخل قوافل المساعدات الأممية لمخيم الركبان منذ أواخر العام الماضي بفعل الحصار الخانق الذي تمارسه قوات النظام على المخيم. المعارضة المسلحة الموجودة على بعد كيلومترات من مخيم الركبان تقول أنها ستسمح للراغبين في العودة بذلك لأنها لم تستطع تأمين احتياجاتهم، ما يعني أن قاطني المخيم سينخفضون إلى 15,000 حسب تقديرات، لا سيما في ظل الإصرار الروسي على إغلاق هذا المخيم. حنان نامق، الإخبارية، من على الحدود السورية التركية.